بالنسبة لي بازارنا اليوم حيكون متنوع. بداية نبدأ بأسعار جيباطيات رجالية لليوم. أنا جيباط رجالي بسعر 59 دينار، اللي هو يبدأ طويل، موجود في أغلب المحلات مدايرين فيهم تخفيض في الجيباطيات، وفي نوعية تانية من الجيباط اللي هي تلقاها بسعر 130 و 140 دينار، حسب يعني في اللي تلقاه إنه الخامة غليظة وفي جلد، وفي اللي هو العادي هذا اللي زي ما تخشلاش المي. أيوة المتاع المطر هذا بسعر 59 دينار، والثاني أطول منه بسعر 130، وكل ما يزيد يعني في الطول كل ما يزيد في السعر. عندنا يعني برضو حتى هو بالنسبة للغاز يا طه، غاز غاطس شبع شبع أمي كده تسمع تو حليلي من الغاز أنا 5 شعلات فسطة، غاز حجمه 50 سنتي في 90 سنتي، يخدم طبعا ذاتي من غير ولاعة، بسعر في الخيال صراحة 300 دينار. بس يا بلاش يا بلاش جدا، جديد جديد. كيف مستعمل يعني؟ بارك الله فيك يا ميرا. لا لا جديد، ايه سعر خيالي، انه هو في التخفيض يعني تو صناعة متاع تركيا وكذا، فسعر خيالي وخمسة روس يعني، مش حتى اربعة او ثلاثة، فسعر خيالي. وحتى النوعية اللي هو المرش يعني، وفي السلستين ب 300 دينار هو سعر يعني جميلة جدا. في عنا طن 140 جرام بسعر 3.5 جنيه، في عنا حمص بسعر 1.75 جنيه، في عنا شمية 170 جرام بسعر 21 دينار، في عنا شمية ثانية 375 جرام ب5.5 دينار، في عنا حلوة شمية ثانية 200 جرام بسعر 2.75 جنيه، وفي عنا حلوة شمية صغيرة بكرة هي ب5.75. في عنا تخفيضات ثانية اللي هي للنساء، اللي هي حقائب متوفرة بسعر 25 دينار، ولو تاخذ أكثر من حقيبة يعطوك يعني واحدة هدية. وفي مجموعة تانية من الحقائب اللي هم مدارينها ب35 والثلاثة ب100 دينار. أنا برضو بالنسبة للسيارات اللي غرقوا اليوم في المطر واللي نضربوا البطاريات متاعهم، نقولوا لهم في تخفيض في البطاريات اليوم. عنا 35 أمبير ب110، و40 أمبير ب115، و45 أمبير ب120 بدل من 300 و400 دينار. عنا نوعية من الكسكسي صناعة تونسية بسعر 1.25 جنيه، نوعية ممتازة. في عنا جملة شرايح 8 قطع ب4 دينار، وعنا جملة شرايح 12 قطعة ب4.5 دينار، وجملة شرايح 12 قطعة نوعية ثانية أو شركة أخرى بسعر 5 دينار، وفي عنا جملة شرايح 12 طرف ب3.75 دينار، وجملة متلتات ب1 دينار، ونوعية ثانية ب2.25 دينار، ونوعية ثالثة ب1.5 دينار. هادو الحقائب اللي قلت لكم عليهم، حتى هما تاخد 3 حقائب نسائية نوعية كبيرة جلد، يعطوك الرابعة بلاش، يعطوك الرابعة بلاش، والثلاثة تاخدهم ب100 دينار. حلو. في تخفيض حتى هي في شوكولاتة الهدايا، بالنسبة للناس اللي بيمشوا يرفعوا هدايا معاهم اليوم، نقولهم شوكولاتة الهدية اليوم بسعر خيالي جدا، اللي هو 10 دينار فقط، بدل ما بتاخدها ب35 و45 تاخدها اليوم بسعر 10 دينار. شوكولاتة هدية، شوكولاتة الهدية ب10 دينار. ب10 دينار هو الباكو هذا، الماركات المعروفة يعني. خلاص نقبل الهدايا يعني. اليوم طه يقلب الشوكولاتة، درت انت زي منصور قال لي شوكولاتة الهدية هي ب10، قلت له باي ما عناش حد بنمشولة يعني، المين بناخدها؟ خدوه ناخدها ونهدها لي روحي، واحدة وانت خدي واحدة. عندنا الدجاج وطني بسعر 6 دينار، الحم بقر بسعر 19 دينار، وعندنا الحم هبرة بقر بسعر 28، والحم خروف اسباني الصغير بسعر 25 دينار. هذا في بعض الاسواق اللي فيهم جزار يبيعوا بالبطاقة التداول وبيبيعوا بسعر الكاش بنفس التسعيرة اللي اعطيتها لكم اليوم. لو مشيتوا لاي محل اليوم يبيع بالبطاقة لقيتوه زايد على السعر، هو تعاركوا معه. حلو، سمعتوا ولا كلام؟ خلاص يلا. عنا برضو في بعض الأسواق حتى هم المدعومة جايبين لنا شامبو أصلي بسعر 4.5 دينار، ونوعية تانية لمزيل نسائي بسعر 6 دينار، ومزيل رجالي بسعر 5.25 دينار، وعنا الكريم نسائي بسعر 8 دينار، وعنا مزيل بخاخ رجالي بسعر 8.5 دينار. في عنا حتى هو موفرين اليوم في جميع الأسواق المدعومة جايبين لنا عصير سنتوب صناعة خارج ليبيا يعني مش وطني، في الإماراتي وفي السعودي بسعر 8 دينار الصندوق. في عنا حتى هو اليوم بالنسبة لأخبار السيولة اللي هو مفروض من أمس، هذا قلت لكم عنا مصرف الواحة فرع سوق الثلاث اليوم بيتم توزيع السيولة للمواطنين، سقف السحب 2000 دينار يا طه،
بيبدو بداية الصبح يتمم في الإجراءات اللي هي إدراج مرتبات، صكوك مصدقة، إيداع صك، استفسار على بطاقة الفيزا وإلى ذلك. ومن الساعة 11 يبدو في سحب الناس اللي تبي تسحب، وسقف السحب 2000 دينار. في عنا حتى هو مصرف الواحة فرع المغاربة، الأرقام اليوم اللي بيوزعوهم اليوم من رقم 1 لرقم 800 لكل الجنسين، يعني كلتا الجنسين يقدروا يسحبوا اليوم اللي عندهم البطاقة من رقم 1 لرقم 800. عنا مصرف التجاري الوطني الرئيسي بنغازي فرع ميدان البلدية، حتى هو اليوم سقف السحب 700 دينار حتى هو لكلتا الجنسين. عنا حتى هو مصرف الجمهورية فرع المقريف، حتى هو اليوم بيتم توزيع سيولة لكن اليوم للرجال مخصصينه مش لكلتا الجنسين، مخصصين للرجال سقف السحب اللي هو من 1000 دينار، رقم البطاقة اللي هو بيبدوها من اليوم من 1100 لغاية 3000 هم اللي بيبدوا يوزعوا لهم اليوم. عندنا زي ما قلت لك حتى هو المصارف اللي فيها السيولة بتتم توزيعها اليوم. عندنا مصرف الجمهورية فرع الظهرة، مصرف الجمهورية السريم، مصرف الجمهورية غرب طرابلس، ومصرف الجمهورية باب الجديد، ومصرف الجمهورية الميدان، ومصرف الجمهورية المقريف. هادو اليوم يتوفر فيهم سيولة لليوم وغدوة لغاية يوم الخميس وبقية الأسبوع. في عنا نوعية تانية حتى هي من الفساتين النسائية الشتوية الغليظة الطويلة بسعر 35 دينار. الموضوع اللي بعده يهمك طه، مجموعة من السراويل الإيطالية درجة ممتازة رجالية حاليا موجودة في أغلب محلات بسعر 25 دينار بس. والله والله لا بحبه حتى بحبيحة. لا لا ماركة يا أميرة، لا لا مدام إيطالي وأنا كذا أصلي، قصدي إيطالي يعني جاي من وراء البحر أيوة. يعني يكفي. لا أنت تبينا ناخذ خصم تو على هوا أميرة وشي تبينا نسموا ماركات باش نتعاقبوا شو لزنا احنا هم سروال كويس. شوف 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 با يا أميرة با مريم تسمع فيك ولا با. يلا عنا حتى هو مجموعة تانية من الفانيليات حتى ما يطهى يخصوك موضوع هذا، اللي هم مجموعة من الفانيليات اللي زي اللي لبسها انت تو هذه من تحت في مرقبة نحب الفانيليات الرقبة في الرقبة وفي اللي رقبتها دائرية، جميع الألوان صراحة ألوانهم حلوة، الأزرق السحابي التركوازي العنابي بسعر 20 دينار فقط. كويس جميل صح؟ 25 و20 معناها قداش؟ عنده قد جبوت 59 50 جنيه 100% 5 جنيه ناخذ بهاش قشير. ايش خسير اللي هم 3 ب 10 في الوقت الحالي الخامه الغليظه لا ب 5 قداش يجيبوا لي 5 زوج اعطوني فردة باي يا ميرا با. هم في نوعيتين، عندنا نوعية الخشير اللي هي القصيرة اللي الكعبة يبيعوا فيها الأربعة بعشرة، والنوعية الثانية يبيعوا فيها الخمسة بعشرة اللي هي الطويلة بغليظة جدا اللي تمشي مع أكثر شيء معنا ندبروا في خمسة تانية وخلاص يعني. يلا مرات هو المحل يقولك يعني عادي خود يعني لا ما قول لنا طهمير يعرف قول طهمير مبكري قالوا عليك. يلا أنا بالنسبة للدولار لليوم قاعد ما تغيرش السعر اللي هو بأربع دينار وستة وثلاثين قرش، البيع والشراء بأربع دينار وخمسة وثلاثين قرش، اليورو بأربع دينار وأربعة وتسعين قرش، والشراء بأربع دينار وستة وثمانين قرش، الجنيه الاسترليني يخدم اليوم بخمسة دينار وثلاثة وأربعين قرش، والشراء بخمسة دينار وخمسة وثلاثين قرش، الليرة التركية تخدم اليوم بثمانمية وعشرة قروش، والشراء بسبعمية وثلاثين قرش، الجنيه التونسي يخدم اليوم بجنيه وأربعين قرش، والشراء بجنيه وثمانية وثلاثين، الجنيه المصري ب 230 للبيع والشراء ب 227، الدولار الكندي يخدم اليوم ب 3 دينار و29 والشراء ب 3 دينار و28. مصر علينا الدولار الكندي خليه جنيه ضروري يعني تبي جنيه طبعا تفاوضوا مع هيك كل ما نجي نقول جنيه يغيروا العمله ضروري يا كندا ديروا حل استغيثوا يلا. هذا بالنسبة لي بازارنا لليوم يا طعم شنو ما فيه من منوعات ومن كوكتيلات ومن هالبحجات. حلو جميل جدا أعطيك الصحة الغاز، لكن أنت قلتي على غاز واحد غاطس ولا ما قلتيش في غاز عادي؟ لا غاطس بس اللي هو الغاز الخام الغاطس الكبير الخمسة روس بسعر 300 دينار، يعني سعر ولا في الخيال تمشوا كلكم مفروض تو تشرو غيزان اللي ما عندهاش غاز طوال تمشي تاخذ 300 يعني خذوا زوز انتم واحد تدرسوه في دار الخزين كده عندكم دار خزين كل يعني ولا لا وانت صادق يعني هم 300 باي يزيدوا عليهم 140 وياخذوه بالشفاط ايوه 300 تبقى قديش 440 بالشفاط بالشفاط والله لا كزيوني ولا كويس يعني اللي بيتزوجوا تزوجوا تو ما عادش تلحقوها فرصه هذه افار يعني ايه
تمام خولة، مشكورة جدا. العافية طه، يعطيك الصحة، وديما متألقة وديما رائعة وديما جذابة، قصدي كويسة في التقديم هذه الفقرة.